أنا عارفة إنك صاحبة سناء، علشان كده بعتلك، لأني أخدت قرار وأرجو إنك تبلغيها بطريقتك الخاصة. قرار إيه؟ أنا قررت أسحب من سناء الإشراف على الجمعية الأدبية. إزاي؟ دي بتشتغل فيها كويس قوي، والبنات متحمسين منها ومبسوطين ونتيجتها ممتازة. مش معقول واحدة في وضع سناء تبقى مسؤولة عن جزء مهم من نشاط المدرسة. ماله وضع سناء؟ ازاي مش مدركة خطورة اللي حصل؟ صحيح انها صاحبتك، لكن مش لدرجة انك انت ما تفكريش في مصلحة المدرسة او مصلحتك انت الشخصية. انا مش فاهمة. اسمعي يا فوزية، الواحد مرميش نفسه في النار وبعدين يصرخ. انا افهم اكتر منك، ابعد عن السكة دي احسن، مش هينوب غير كلام الناس والشوشرة. وعلى العموم انا بكلمك كأخت، وفكري في كلامي كويس. انا عارفة سناء كويس، كل الكلام اللي بيتقال عليها كذب. لكنه بيتقال، ومش هتقدري تمنع الناس من انها تقوله. بس المفروض ان احنا في مدرسة نقاوم كل الحاجات الغلط اللي بتحصل. وعلشان احنا في مدرسة بنات لازم نحمي المدرسة من اي شوشرة. وما تنسيش ان انا هخرج على المعاش بعد 3 سنين، وانا مش عايز اخرج بفضيحة المدرسة كنت مسؤولة عنها. بس سناء ما عملتش حاجة. انا خبرتي بالحياة اكبر، وافهم ان الست اللي توصل للعمر ده ما تتجوز ممكن تصاب ببعض الامراض العصبيه او النفسيه. وانا مش مستعده ان احنا نقف نتفرج على اللي بيحصل ونسكت. لكن سناء، فكري في اللي قلته لك كويس، وارجو انك تبلغيها قراري. بقى هي سحبت مني الاشراف عن الجمعيه الادبيه ولا يهمك؟ وقالت لك ايه تاني؟ مفيش حاجة. مالك يا سناء؟ انت زعلتي من الموضوع ده؟ لا ابدا، انا الموضوع ده ما يهمنيش، انما الظاهر ان الواحد لازم يعامل الناس دي بطريقة مختلفة. الشاي يا ست. حطيه هنا يا صبري. الله، زي القمر يا ست. اشمعنى النهارده؟ ما انا كل يوم كده. النهارده احلى واحد، ربنا يروق بالك ويبعد عنك ولاد الحرام. ولاد الحرام، ولاد الحرام، اعوذ بالله منهم ومن سيرتهم. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه حضرتك بتتريق؟ لا حقيقي في منتهى الشياكه، انما عشان مين ده كله؟ علشانك. عشاني؟ طبعا، امال لمين غيرك؟ وهنروح فين كده بقى؟ لا بقى، ده احنا النهارده هنتمشى. من يوم ما جيت ما خرجناش سوا، المره دي حلوه. اخيرا افتكرتي؟ ابدا يا عادل، بس انت عارف حبيبي البلد صغيره، الواحد ما يعرفش هيروح يتفسح فين. اهو لما تيجي معايا بره بقى. لا لا طيب. يلا بينا. طيب. طيب. اوكي. قلة ادب. شفت جيران الهنا؟ احنا قاعدين قلبنا محروق وعمالين نعيط، والست الهانم واخده سلافاند في ايدها ونازلين يضحكوا. اخ يا ناري، هنعمل ايه يا ست ام زكي اكتر من اللي احنا عملناه؟ بلغت البوليس والنيابه، وكلمت صاحب الامان، وكتبت تلغرافات لكل المسؤولين. يعني يا ربي بنتنا تضيع من ايدينا خالص كده؟ رحمة ربنا كبير يا ست ابو زكي. ايوه يا ست ابو زكي، لكن ربنا ما قالش نقعد كده قافلين علينا باب شقتنا وعمالين نعيط ونحرق في دمنا على الفاضي. طب واحنا احنا ايه اللي هنقدر نعمله؟ نفسي اخد حقي بايديا. ايديكي؟ اللهم اغزيك يا شيطان. شيطان؟ والله ما شيطان الا هي. هي اللي شيطان. نفسي اخنقها بايديا، نفسي امسك زمارة رقبتها واطلعها.
نفسي احرق قلبها زي ما حرقت قلبي. طب مش جايز يا ست ام زكي تطلع مظلومه؟ مظلومه انت يا راجل؟ عايز تجنني يا راجل انت؟ مظلومه يعني ايه؟ يعني ايه مظلومه بعد كل اللي عملته ده وتقول لي مظلومه؟ انت يا راجل بينك وبينها ايه؟ فهمني. التقيل ده، التقيل ده يا ام زكي، التقيل ده حرام عليكي. انا رايح لها. يا راجل اصحى بقى، اصحى، تلاقيها عايزه تخطفك زي ما خطفت هدى بنتي. بقالنا اكتر من ساعه ماشيين والناس ما بطلتش تتفرج علينا. خليهم يتمرنوا. الناس دي ما وراهاش شغلانه؟ ما هي دي شغلانتهم. عادل انا عايزه احط ايدي في دراعك. انا نفسي افهم انت قصدك ايه من اللي بتعمليه ده. عادل ما تكشرش انت ماشي معايا، ابتسم. بتتصرفي بطريقه غريبه جدا. ابتسم. ايوه يا دلع، حط ايدك في ايدي وقول لي بحبك. بحبك بس اتجوزني. احبك اتجوزك؟ لا. سامع اهو الكلام ده كله علينا، مبسوطه؟ علشان تعرف قد ايه احنا مهمين. لا شيلش ايد، خليك ماسكني وابتسم. ارجوك تفهميني انت بتعملي كده ليه. انا عايزه اسمع اللي جواهم. بس دي حاجه مقرفه جدا. ابتسم. قط على نار. قله ادب. يلا بينا نروح. يا عيني على اللي حب ولا طالش. ماشي معاه على ايه؟ معرفش، يمكن معاه قرشين ما يخسرش. قال على راي المثل، ايه اللي رماك على المر؟ قال اللي مر منه. يا خساره، المعلم فاته نص عمره. اخس حظ وحش. اما حته منظر والمزمزيل متشعبطه في ايد الجو بتاعها. اخوها، اخوها هقاو حلوه اخوها دي. اصلهم بالافرنجي بيقولوا على الجو اخوها. ممكن تقولي لي ايه اخر ده كله؟ كلام زي السم وعنين بتطلع شرار، وانت تقولي لي خليهم يتكلموا، خليهم يروحوا بيوتهم ويحكوا. ابتسم أرجوك تردي عليا، إيه آخر ده كله؟ أنا اللي عايزة أعرف هم عايزين مني إيه؟ يا ستي مش مهم هم عايزين إيه، أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة أفجر الموقف كله، عايزة أوصل للنهاية. هم عايزين يعملوا فيا إيه أكتر من كده؟ يا سناء، يا سناء أنت كده بتموتي نفسك، بتنتحري ببطء. الله، بصي لمصلحتك. مصلحتي يا عادل إن أنا أستمر هنا. هتقولي لا، مصلحتك إنك تسافري بره. طب انا هسالك سؤال، افرض انا ماليش اخ يشتغل بره او معرفش حد بره، كنت هعمل ايه؟ كنت تفكري في الهجره، تسافري باي طريقه، تشتغلي اي شغلانه، اهو احسن من المشاكل دي كل يوم. اهرب؟ قصدك اني اهرب باي طريقه؟ ها؟ قصدي انك تعيشي. انت كده بتضيعي عمرك في وسط ناس زي دول. ايوه، بس الناس دول انا منهم، واتولدت في وسطهم وعشت عمري كله معاهم لحد دلوقتي، وانت كمان منهم يا عادل. ايوه انا منهم، ما قلتش لا، بس انا انقذت نفسي. صحيح انقذت نفسك، بس بالنسبه لهم ما عملتش اي حاجه. ما هو مش معقول يا سناء كل ما نتكلم تقولي لي نظريات وفلسفه وتديني محاضره. طب انت عملتي ايه؟ ايه الحكمة ان احنا نمشي في الشارع احنا الاتنين حاطين ايدينا في ايدين بعض والناس تشبعنا تريقة؟ ابدا، انا كنت فاكرة ان انا هقدر اتحداه. ها؟ تتحدي مين ولا مين؟ قلت ان احنا نخرج سوا، هما بيتهموك فيا وبيقولوا انك مش اخويا، فحبيت ادافع عنك وعن نفسي. بس مش معقول ان انا اخرج وفي جيبي شهادة ميلادك وتخرج انت وفي جيبك ما يثبت ان انا اختك. وبعدين؟ ابدا، حبيت اسكتهم عن الكلام بس ما عرفتش. هتعملي ايه؟ هتقفي تخطبي في وسطيهم؟ هتجيبي كرسي تقفي عليه وتدافعي عن نفسك وعني؟ ارجوك يا عادل ما تتريقش. انا ما بتريقش يا سناء، انا ماشي معاكي خطوه بخطوه عشان نوصل لنتيجه. النتيجه انا عارفها على الاقل بالنسبه لي، وهي اني انا مش ههرب وهستحمل. بعد النيابه والبهدله في الشوارع وخبط الابواب في وشنا والناس اللي تخش تفتش علينا، هتستحملي ايه تاني؟ طريقة. لا لازم، لازم في طريقة، بس أنا مش عارفاها، بس لازم هلاقيها. اسمعي يا سناء، أنا استحملت معاك كتير ومش هقدر أستمر في اللعبة اللي أنت بتلعبيها دي. أنا مش بلعب يا عادل. سميها بقى زي ما تسميها، بس أنا زهقت. إذا ما كنتيش ناوية تسافري معايا أنا هسافر لوحدي، هقطع أجازتي وأرجع. لا مش ممكن. لا ممكن.
لا مش ممكن تسافر يا عادل، ده انت لو سافرت هتديهم فرصة يقولوا ألف حكاية وحكاية، أبسط شيء ممكن يقولوه إنه سابها وطفش. لا يا عادل أرجوك ما تسافرش، ده أنا عمري ما طلبت منك حاجة، أرجوك دي أول مرة بطلب منك حاجة، أرجوك عادل عادل ما تسافرش، ما تسافرش أرجوك. ايوه جاي وعندك اتنين شاي والقهوه المعلم امراض، واطلع باتنين قهوه على الريحه وصلح شيشه. ايوه جاي. اتفضل يا معلمه، شاي للمعلم والقهوه. اطلع مصلح بالشيشه واتنين قهوه على الريحه. متهيألي يا معلم المزمزيل مش هتعدي تاني من هنا. دي خدت كلام وتريقه يا قوة الله. ايوه حاضر. لكن هي لا مؤاخذة ليه عملت كده؟ عشان مفيش بينكم راجل، لو فيكم راجل بصحيح كان قدر يحكمها. ازاي يا معلم؟ يعني لبستنا بطرح حفالة واحنا كده هنقعد نتفرج بقى يا معلم؟ يا ترى معلمة الشكاوي اللي بعتناها تكون وصلت؟ اه زمانها وصلت، وتلاقي الوزارة دلوقتي مقلوبة عليها. النيابة هتقبض عليها؟ طلعت لئيمة، مفيش إثبات ضدها. بس البلد كلها بتقول إن المزمزيل خطفت بنت الجيران وهربتها. أيوة بس مفيش دليل. أنا عندي فكرة يا معلمة، نلم شوية رجالة من إياهم ونستنى الواد لفندي اللي قاعد عندها في البيت ده في حتة ضلمة ونرنه علقة عمره ما داها. مش كفاية، أنا بقول نقتله ونخلص منه. لا خسارة نوسخ إيدينا، نوسخ إيدينا ويطلع هو شهيد. لا إحنا هنخلص عليهم هما الاتنين من غير ما نمد إيدنا عليهم. هي دي النظرية. بتفكر في ايه؟ لا ابدا مفيش. شكلك عاوز يقول حاجه. لا بس قلقان عليكي. ليه حصل ايه؟ اصل واضح انك مشغوله قوي الايام دي بموضوع سناء. انا مقصره في حاجه؟ في حاجه ناقصاك يا صلاح؟ لا مش قصدي. أمال في إيه؟ اسمعي يا فوزية، أنا بصراحة مش مستريح لعلاقتك بسناء. سناء؟ إزاي؟ مش معقول. مش معقول؟ ما أنتم رايحين جايين مع بعض وكل زمايلنا في المدرسة بيتكلموا. طب وبعدين؟ وبعدين إيه؟ كمل كلامك. بصراحة سناء داخلة في مشاكل وكل الناس بتتكلم عليها وأنا ما أحبش إن اسمك يرتبط باسمها. صلاح معقول أنت اللي تكون بتقولي الكلام ده؟ أنا مش مصدقة نفسي. أنت عارف سناء كويس وعارف إن كل اللي بيتقال عليها كذب. أنا ما قلتش حاجة وما بتهمش سناء بأي حاجة. أمال إيه اللي جرى؟ أنا شايف إنك تخففي شوية من علاقتك بسناء اليومين دول لحد ما نخلص من حكاية النيابة والتحقيقات. معقول؟ معقول يا صلاح؟ أنا مش مصدقة، مش مصدقة إن أنت اللي تكون بتقول الكلام ده. معقول أسيب سناء في الظروف دي؟ يا فوزية، يا فوزية أنا خايف الناس تتكلم عليكي. صلاح ما تخبيش عليا، الكلام ده مش كلامك. أنت كنت عند النظرة النهاردة وهي اللي قالت لك الكلام ده. شمعنى يعني؟ صلاح ما تخبيش عليا، النظرة بعتت لي وقالت لي نفس الكلام ده تقريبا. النظرة خايفة على نفسها، مش عايزة تواجه أي مشكلة لغاية ما تخرج على المعاش. صلاح احنا ما بنعملش حاجة غلط، احنا مش ممكن هنسيب سناء في الظروف دي أبدا أبدا. Thank you.
لسه صاحي يا سناء؟ أنا مش جاي منه. اوعي تكوني زعلانة مني يا سناء. مش ممكن أزعل منك يا عادل. معرفش أنا إزاي أعصابي فلتت مني الصبح، بس غصب عني يا سناء أنا ما استحملتش أشوفك بتتعذبي. ما تزعليش مني يا سناء. مفيش حاجة، انسى كل اللي حصل يا حبيبي. أنا عايز أشوفك أسعد إنسانة في الدنيا. أبلة سناء ممكن أدخل؟ أيوه يا مريم. أبلة سناء، صحيح اللي سمعناه دلوقتي؟ إيه؟ حضرتك فعلا ما بقيتيش مسؤولة عن الجمعية الأدبية؟ أيوه. ليه أبلة سناء؟ أبدا يعني، أصلي هبقى مشغولة شوية ومش هقدر أتفرغ لمسؤولية الجمعية الأدبية. بس إحنا سمعنا إن النظرة هي اللي طلبت كده، مش حضرتك اللي عايزة ده. بتقول إيه يا بنت؟ أنا ما قلتش حاجة قبل ما رفت. أنا سلمت كل الحاجات اللي أنتوا كتبتوها لمجلة المدرسة وصحيفة الحائط للست النظرة، وهي اللي هتعين مين اللي هيبقى مسؤول عن الجمعية الأدبية. أنا المسؤولة عن الجمعية الأدبية، والست النظرة بلغتني بالموضوع ده النهاردة الصبح وادتني كل حاجة أنتوا كاتبينها. خلاص يا مجد، تبقي بقى تروحي للأستاذة ميرفت وتطلبي منها اللي انت عايزة. لا خلاص، انا مش عايزة حاجة. كل واحدة كتبت لها كلمتين افتكرت نفسها طه حسين ولا العقاد، حاجة تهم النفس، بنات عقلها فارغ. وانت مالك يا ميرفت ومال الحكاية دي؟ الست النظرة هي اللي كلفتني بالمسؤولية دي، وانت هتبقي مسؤولة عن ايه ولا عن ايه؟ عن الكلام اللي بيتقال ولا الكلام اللي بيتنقل؟ قصدك ايه يا جمالات؟ ايه؟ في ايه؟ كنا عايزين نسأل حضرتك سؤال. ليه حضرتك شلتي أبلة سناء من الإشراف على الجمعية الأدبية؟ يا سلام، حاجة غريبة قوي. انتوا مالكم؟ أنا اللي رشحتها علشان تكون مسؤولة عن الجمعية الأدبية، وأنا اللي سحبت الترشيح عنها. أنا هنا النظرة، أنا المسؤولة عن كل حاجة في المدرسة. إحنا ما قلناش حاجة يا فندم، بس أبلة سناء كويسة معانا، بتعمل اجتماعات وبتقرا كل حاجة إحنا بنكتبها وبتنصحنا من إمتى يا سوسن بتعرفي تتكلمي وتكتبي كمان؟ أبلة سناء شجعتني وبتقول إني بكتب كويس. الحقيقة أبلة سناء شجعتنا كلنا عشان نقرا ونكتب. المجلة الأدبية دي كانت ممكن تبقى شيء هايل لو حضرتك كنت. خلاص، مش عايزة أي كلمة تانية. الأستاذة ميرفت هي المسؤولة عن الجمعية الأدبية، والمفروض إنكم تتعاونوا معاها، وأنا هبقى راجع كل حاجة بنفسي. وقبل سناء بس، كل واحدة على فصلها. يلا. قالت لكم إيه؟ مفيش فايدة. مسكينة قبل سناء، دي حتى ما قالتش عنها كلمة واحدة كويسة. مش معقول حد يعمل في أبلة سناء كده، دي حتة سكرة. بلا ايه ملك يا سهير، في برضه عروسة تعيط؟ شايفة يا أبلة سعدية، شايفة بيعملوا ايه في أبلة سناء؟ معلش يا حبيبتي، كل واحد وله بلوته. أبلة سعدية. ايوه حبيبتي. احنا مش عارفين نعمل لها ايه، لو سمحت حضرتك قولي لنا نعمل ايه. ربنا كبير، ربنا قادر على كل ظالم. هنسكت؟ هنقعد كده ساكتين؟ ايه مش في حصه دلوقتي؟ واقفين كده ليه؟ ما ناجل الحصه دي النهارده. ناجلها؟ هو بمزاجك يعني ولا بمزاجك؟
يلا يا بنت انت وهي بلاش وجع دماغ. يلا مش عايزه اسمع صوت خالص. طلعوا الكراريس بسرعة. وادي الكراريس. أمال فين البت إيمان؟ عندها رانديفو. بتقولي إيه يا مقصوفة الرقبة؟ أصل إيمان مامتها تعبانة وهي قاعدة معاها النهاردة في البيت. فعلا قاعدة معاها في الجنينة. إيه؟ وبعدين يا ماجدة ايه يا جماعة؟ انا قلت حاجة؟ انا غلط؟ بقول مامتها قلبها واجعها بس يا بنت انت وهي كك وجع في مفاصيلكم. انا مش فاهمة انتوا داخلين المدارس عشان تلعبوا وتنبحوا في صوتنا طول النهار معاكم؟ سلمت صوتك يا ابن سعاد. تعرفي يا بنت يا مجدة لو نطقت تاني هقطع لسانك. اخر سؤال قبل ما تقطع لساني، النظرة مالها ومال ابله سناء؟ شالت منها الجمعية الادبية ليه؟ اما حاجة غريبة الاسئلة دي في المقرر يا بنت انت وهي؟ لا عايزين نفهم غلاس عنك ما فهمتي. احنا قدامنا مقرر ولازم نخلصه بالذوق بالعافية هنخلصه. سامعين ولا لا؟ سهير يا جمالات ايه اللي مقعدك هنا؟ اهو الواحد ياخد نفسه شويه احسن. انا هتجنن. ايه في حاجه حصلت عندك في البيت؟ هيحصل ايه يعني؟ الله امال متضايقه من ايه؟ في رشاد يا ستي قاعد في الاوضه بتاعتنا. يا سلام دمه تقيل على قلبي بشكل لا ومغرق نفسه كلوني وطول ما هو قاعد يفتح ويقفل في الشنطه بتاعته ويولع البايب بتاعه ويبص كده من تحت النظاره زي ما يكون عامل نفسه مهم قوي على ايه مش عارفه. وانت لازم تبصي له اعملي نفسك مش شايفاه. ازاي بس يا سعديه؟ ده لما بيخش علينا الاوضه بيكتم على نفسنا. ويا سلام بقى لما يستظرف يبقى نفسي اقطم رقبته. جرايه يا جمالات ما هو طول عمره كده. اشمعنى يعني اليومين دول اللي حاطه نقرك من نقره؟ اصله زودها اليومين دول قوي هو بيعمل لي حضرته استعراضات. واللي مجنني اكتر واكتر بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ كل يوم بدله شكل يا قميص وبنطلون شكل جرافطه شكل شربات يا ستي. واحد وفرحان بنفسه واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي يا باي؟ ده انا هتجنن. البلاد الصغيرة دي حاجة تأثر العمر خصوصا لو كان الواحد عايش لوحده. الواحد من البيت للمدرسة يجي عليه الليل يبقى مش عارف يعمل ايه. يا اما يروح القهوة او يقفل عليه باب بيته وما يعملش اي حاجة. وعاد القهوة ده معناه انه يجيب في سيرة الناس.
فلانة عمل، فلانة سوت، وأنا بقى ما اكرهش حاجة في حياتي قد اللي يتسلوا بحياة الناس. فوزية. نعم. ما تروحيش لوحدك، هنروح مع بعض بعد ما اخلص الحصة الجاية. الحقيقة صلاح ده زميل ممتاز، الواحد حقيقته يمسك لكم الخشب انتوا الاتنين. امتى بقى الواحد يلاقي الانسانة اللي يقدر يعيش معاها بقية حياته ويستريح؟ انت عايز تقول حاجة يا استاذ رشاد؟ استاذة فوزية في منتهى الذكاء. على اذنكم. على فين يا سناء؟ لا انا تعبانة، هبأجي بكرة بدري قبل الحصص أخلص التصحيح. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع يا أستاذة فوزية. نعم. الأستاذة سناء مالها بتعاملني بالطريقة دي؟ إزاي؟ كل ما باجي اتكلم معاها ما بتدينيش فرصة، هي متضايقة مني؟ معرفش، اسألها. بالعكس، ده انا لازم اسألك. انت صاحبتها قوي وتعرفيها كويس. بس دي حاجة خاصة بيها هي. ايوه بس انا يهمني رأيك برضه. استاذ رشاد، اذا كنت عايز تعرف رأي سناء فاسألها هي. فوزية، أنا عايز أتجوز الأستاذة سناء. بتقول إيه؟ بقول عايز أتجوز الأنسة سناء، وأرجوكي أرجوكي تساعديني في الموضوع ده. تتجوز سناء؟ ده إذا ما كانش عندك مانع، عشان كده عايزك تكوني وسطة خير بينا في الموضوع ده. تعرفي رأيها وتقولهولي. انت بقى مالكيش دعوه بالموضوع ده. ازاي؟ مش المفروض اني ابلغها الخبر ده؟ يا سلام، يعني مفيش حد غيرك يقدر يعمل الحكايه دي؟ صلاح، انا مش فاهمه ايه اللي جرى لك النهارده. على العموم انا مش هقدر اتكلم معاك طول ما انت في الحاله دي. انا رايحه عند سناء. اسمعي، ترجعي بسرعه، وبعدين تفهميها بقى انها لازم تتجوز وتخلصنا. طبعا ده احسن وقت يتقدم بالطلب ده وانا مضروبة علشان ينقذني. شهم قوي. سناء ليه بتقولي كده؟ لاني عارفه الانسان ده كويس، انا عمري ما حسيت انه صادق مع نفسه، وانت عارفه كده كويس يا فوزيه. مش يمكن نكون ظالمينه؟ ابدا، وانسان عايز كل حاجه جاهزه وسهله، وانا بالنسبه له جاهزه من كل اكبر منه في السن. لو مش بس كده، ما ليش اي طلبات، شقه ومرتب كبير، لو كمان ايه، واحده متهمه في سمعتها، يعني حسب الحسبه كده كلها على بعضها، وبعدين تقدم بالطلب. سناء، مش معقول تقولي كده على نفسك. لا، انا بس بفكر بتفكير وعايز افهم اشمعنى هو اتقدم اليومين دول بالذات. يمكن عنده ظروف احنا ما نعرفهاش، مش كده ولا ايه يا عادل؟ الحقيقه بقى انتوا بتتكلموا عن شخص انا ما اعرفوش خالص، بس واضح قوي ان سناء متحامله عليه جدا. لا يا عادل، انا مش متحامله عليه ولا حاجه، بس انا فاهمه نفسي كويس قوي، وافتكر بعد العمر ده انا ممكن افهم نوعية رشاد ده كويس. فاذا خطيت اي خطوة لازم اعمل لها الف حساب، لان مش معقول كل اللي بنيته ده اهده في لحظة. هو محدش مننا يوافق انك تعملي كده طبعا. سناء بتتكلم بعصبية شديدة جدا، مع ان المسائل دي لازم تتاخد بتفكير هادي وهدوء. لا ابدا يا فوزية. طب انا هسألك سؤال وارجوكي بقى تردي عليا. قوليلي ليه هو ما اتجوزش واحدة من سنه؟ هتقولي ليه بيحبك؟
ما كانش فيه بيني وبينه أي استلطاف في يوم من الأيام، ولنفرض حقيقي إنه بيحبني وعايز يتجوزني، ليه ما تقدمش هو ليا بنفسه؟ يمكن مكسوف. تقول إيه مكسوف؟ ما تقولي كلام صح يا فوزية، ما تقوليش الكلام ده أبدا. أنا بقى أقولك ليه هو راح لك وما جاليش أنا، علشان يبان قدام الناس إنه المنقذ الوحيد اللي ضحى بحياته علشاني أنا. لا 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 يا سناء، أنا مش موافق معاك على الكلام ده. أصل مش معقول أبدا واحد يتقدم للجواز عشان مجرد إنه يبان قدام الناس إنه منقذ وشام زي ما بتقولي. الله، طب افرضي كنت وافقتي كان هيتصرف ازاي؟ الناس هتقول ان انا ضحكت عليه واتجوزته، وطبعا اطلع انا الوحشه وهو البريء، يعني هو كسبان في الحالتين، سيان انا رفضت او وافقت. ياه، انت متحامله عليه قوي. ابدا يا فوزيه، انا مش متحامله ولا حاجه، بس انا عارفه نفسي كويس. الايام علمتني، الايام علمتني ان الست لما تبتدي تكبر في السن بتتغير نظرة الرجال ليها. معنى كده انك رافضة فكرة الجواز تماما؟ ابدا يا فوزية، اي ست في الدنيا بيبقى حلمها انها تتجوز بقى عندها اولاد وبيت، دي سنة الحياة. حقيقي نفسي الاقي الراجل اللي يحترمني ويحبني ويفهمني، ولو لقيت الراجل ده هديله كل اللي باقي من عمري.